الله علي غزال. احنا عيلة ساكنين ها 5 اقمار في فصائل الوسط ها زي ما انت شايفة. يوم الثلاثة 14/6 اجى الجيش الاسرائيلي ها في حوالي 16 دورية وحاصر المنطقة وهدم من الثياب والبيوت الموجودات ها بالبركسات اللي احنا ساكنين فيها. سكنين الحراء يعني في الشمس فيش عندنا مش موجود عندنا اي شيء، لا مية ولا كهرباء، كابل كهرباء قصقصوه وقطعوه 150 متر من هان، اخذ اعداد الكهرباء والمفاتيح صادروهن ويشوا لفلفوا في التراب ودمروه وقالوا لنا لازم ترحلوا من المنطقة، هذه منطقة حكومية ممنوع الظل فيها. من نروح يعني لا جابوا لنا موال، لا جابوا لنا يعني خيمه، هذه شو بدنا نسوي بسبع اقمار؟ شو بدنا نسوي؟ هي ثلاجه خربانه ما فيش ماي نشرب الا كلها سخنه مي. فيش عندنا يعني كل جرودنا راحت، كل يعني كل شيء عندنا راح. الصليب جاب لنا خيمه، جاب لنا مرتفع، جاب لنا بابور لاكثر من 40 سنه موديل راح. جاب لنا بعدين بدنا حمامات يعني للاولاد مشان هم بند ما يروحوا هيك في الخلا. حمامات متنقلة، إشي يعني نستفيد الأولاد منه، مش إنا نظلي هيك يعني من دون أي إشي يعني هيك في العراء يعني. يعني وين ضمير الإنسان الحي؟ وين الشعب؟ وين إنسان يعني عنده يشوف إنه إخوان زي هيك بيصير فيه؟ يعني شايفة كيف؟ هذه حياة طفلة صغيرة هيك، مش هيك، هيك لو إنه عنده جانب، لو عند ناس هيك ما لقيتهم هيك يعني يحوسوا في التراب وهيك. وين نروح يعني؟ شايف يا بنيتي يعني وين نروح؟ وين نروح يعني؟ نتوجه لاخواننا، نتوجه لاي مؤسسات، لاي شيء يعني يساعدنا على هذه الحياه. يعني انت شايف يا بنيتي؟ يعني توجه للاطفال اللي زي هيك يعني هذه عيشه اطفال، طلع كيف محروقين في الشمس في العراء قاعدين. الشمس هذه كلها تحت الشجر، قاعدين تحت الشجر. يعني وين بدنا نروح يا بنيتي؟ يعني انت شايفه؟ ايش هذا مشكله؟ هاي اولاد هيك مشلحين وشوف مي فيش مي مسقعه مثلجه، خضرتنا راحت كباب، سكرنا، طحيننا، كل شيء راح لنا، وين نروح يعني؟ هاي الكرتونه اللي قدمها الصليب، ان هاي الكرتونه مع الخيمه مع الاربع اسفنجات واربع احرامات، يعني عشان نكون صادقين يعني ما بنكذب. هاي المحارم هذول يعني حتى حقيقه يعني ما بيلزمنا المحارم هذول. هذا هو يعني ها هاي الكرتونه فيش الا هو، هاي معجون اسنان هذا هو اللي جابوه، يعني هذا المسام الا هذا هو. شو بدنا فيه؟ فيش عندنا حمام، وين شو بدنا فيه نهض؟ يعني غير كافي هذا للاطفال اللي زي هذا، وين نروحوا؟ لو في حمام عندهم الواحد يتحمم، في لهم حمام متنقل احسن ما يكونوا هيك بعدين الخيمه شو بدها تسوي في اولادي؟ هذا كله كبر الله غزال. أعيش في هذه المنطقة في فصائل الوسطى. يوم 14/6 كنا في هون، أجونا جرافات الجيش الإسرائيلي وهدموا بركساتنا عندنا والبيوت تبعاتنا. عندي بركس هون يعني الطول تبع 10 متر في 5 متر، وفي عندي كمان بركس صغير للمطبخ هدموهن كلهن مع الاواعي تبعانا
سندنا اي شيء، ولحد الان ما واحد لنا يعني او ساعدنا باي شيء، واحنا مع الاولاد الصغار هينا في حر الشمس، واخذوا الدواب الكهرباء اللي عندنا، بعدين هلا هسه بدون مي بدون كهرباء. وفي هذا الوضع يعني احنا بنوجه نداء للناس المعنيه والناس المسؤولين انهم يطلعوا ويشوفوا وضعنا اللي بنعيش فيه، على اساس يكون يعني مساعده اللي يوفروا لنا المي والكهرباء، وبركس من يعني احنا الاولاد الصغار بس عشان من حر الشمس نقدر نعيش فيه. جاءت قوات اسرائيليه بكامل اعدادها بدبابات مسلحه لهدم بيوت، بيوت داوي اسر فقير يعني لا مغيث لها. اجى الصليب الاحمر وقدم بس مساعدات على ثنتين بس. احنا زي ما بتشوفي البيوت المقدمه لم قدمتش لنا من مره. كذلك يعني احنا بنحكي ما حدث في 48 وما حدث في 67 من نكسه ونكبه، حدث هنا في فصائل، هنا حدث فصائل من تشريد وهدم البيوت، لكن لم يغيث، لم ياتي مؤسسه تنفيذ على الواقع ابدا من مره. كما تعلم انا احد طلاب جامعه القدس المفتوحه، ادرس اللي فيها سنتين، تم دفن وطمر كتبي ومجلاتي العلميه في هذه الكومه، لكن القوات الاسرائيليه تعمل جاهده من عندما جاءت على الاراضي الفلسطينيه، هدم وطمس التعليم في فلسطين. مش رايحين نروح عنها، وين نروح؟ يعني فيش إنا بديل عن الأرض، يعني أرضنا هذه أرضنا وهذا يعني الواحد هون بعايش، وين نروح؟ يعني لو ناس يعني لو واحد من المستوطنين ما خلوا اليهود هيك يعني، بس إحنا يا العرب نخلي بعضنا، ليش يخلونا؟ ليش يخلوا أطفالنا؟ شايفين أطفالنا زي ما هم أولادهم إحنا أولادنا، بدهم يشوفونا محل يعني. لازم يعني يدعمونا لنسبة هانا في أرضنا، يدعمونا في إشي يعني اللي ثابت، يكون اليهود يسوون لنا حل معاهم، مش هيك كل أسبوع كل شهر كل سنة بيهدونا هيك. هذا أطفال، طيب هيا هيا وهتطلع كيف وجهها محروق محروق مش حرام؟ هاي شايفة كيفها؟ هيا محروق، شايفة كيف؟ مش حرام؟